بالنسبه لكل واحد حر في حياته. ما عندكش حق باش تدخل ليا في حياتي اش نلبس اش ما نلبس. شغلكش حيت انسان ما تعرفش واش عندك الدخل. قصد تدور فيه غير كلاش لهم بعد يعرفوا لك اصلا انت مارسه غير عرفت هذوك الناس عبد كاين انت دابا ما عادش يعرفوك لا مارسه ولا تيضرك الحديد ولا والو. رجاء او نجاة بن سالم وهي مشهوره باسم رجاء بنت الملاح في مدينه مراكش، يعني انسانه شعبيه بسيطه، كان لها حظ مشاركه في فيلم فرنسي بعنوان رجاء للمخرج جاك دوايو، فيلم اللي جعل منها أيقونة سينمائية من خلال الحصول على مجموعة من الجوائز، أساسا جائزة الأمل في مهرجان البندقية السينمائي، ثم جائزة أحسن ممثلة في مهرجان مراكش. يعني جوائز كان الجميع يظن أنه ستفتح أمامها أبواب الشهرة، لكن للأسف هذه الجوائز تحولت إلى نوع ما إلى نقمة. أثرتني يعني أثرني مسار الفيلم الأول اللي هو ديال جاك دوايو اللي هو رجاء، قوي، فيلم قوي، وهي أبانت على أنها ممثلة لها إمكانيات فنية كبيرة كبيرة جدا، وقفت إلى جانب أشهر النجوم الفرنسيين، أساسا الممثل الفرنسي الشهير باسكال غريغوري، فكما نقول بالدارجة المغربية كلاتو، فهو ما حصل حتى جائزة لحد الساعة، بينما هي حصلت على مجموعة الجوائز، وهو نفسه يعترف بذلك، يقول بأن هذه الشابة لها إمكانيات كبيرة. للأسف الممثلة المغربية اللي هي أول مغربية تحصل على جائزة أحسن ممثلة، ماشي حتى مغربية، عربية وإفريقية تحصل على جائزة أحسن ممثلة في بندقية، للأسف ما مأطراش، للأسف ما عندهاش خلفية ثقافية، للأسف لا تعرف كيف تدخل إلى عالم الأضواء والبهرجة وصنع اسم كما يصنعه البعض من لا شيء. هي عندها علاش تصنعه ولكن ما استطعتش، وبالتالي هذا جبل لها المأساة. ثم المأساة الثانية هو الفيلم، الفيلم فيه بعض المشاهد الجريئة، بينما نحن المشاهد المغربي على العموم عنده أمية بصرية، فهو ما يراه على الشاشة يعتقد أنه هو الواقع، وأصبح يحاكمها في الشارع في العائلة وما شابه ذلك، ومن هنا جات المأساة ديالها سواء مع المحيط بها في الحي اللي كتسكنوا اللي هو الملاح أو مع العائلة، وبالتالي دخلت في فصول من اللحظات المغشوشة واللحظات المؤثرة في حياتها، وأدت الثمن ديالها ماشي اجتماعيا وإنما أكثر اللي هو نفسيا. فسميتو واخا في حياتي العاديه ممنوع عليا نجلس بلا شي حاجه ديال التحت، خاصني ضروري من الكولونت التحت على حساب الحديد. انا عندي 14 مسمار في رجليا. هذاك النهار ديال الافتتاح، داك النهار ديال الافتتاح اصلا كان البرد، اصلا كان البرد وما كاينش كي ندير لبس تكشيطه يعني شويه محلوله، ما كاينش كي ندير الرجليه اللي فيها الحديد، ما لا فاس ما عادي تبان، او ما اصلا واخا كاع تلبسي اللي لبستي عادي يعيبوك، كي عندك كي ما عندكش عادي يعيبوك. هذوك الناس هما عيبوا كاع ممثلين كبار مني انايا كاع ماشي بلا ما نسميهم، عايروا كاع ناس اكثر مني انا في التمثيل، لا عندهم تاريخ في السينما، بلاصه ما يجي تشوف لي حوايجي يجي يشوف حياتي هي الاولى، اولا لا يجي يشوف رجاء اشنا هي. رجاء بانت لك فوق البساط الاحمر، رجاء ما شتيهاش ما عندهاش ما تاكل، قدرت تجلس يومين ثلاث ايام بلا عشاء. شتو تا البارح في الصباح عاد شتو تلعب في التليفون، انا اصلا ما تيبقاش لي التليفون وهذا الشيء راه كاين في الفيلم تاع الجواري، حيت انا لا مثلا وقف عليه مول الكرا ولا شي حد وخاصني تنهز تليفوني تنبيعو. الدار اللي ساكنه انا اصلا فيها ما فيهاش الضو ما فيهاش، ما عندكش تلفازه ما عندكش شحال حاجه ناقصك، هذا اللي بيقول لي انا لابسه كولون يجي يشوفني انا فين كنتي انت اللي تتهضر عليا تقول لابسه كولون فين كنتي انت اللي كانت رجاء ما عندهاش، وفين كنتي انت خدم من بان الجواري اللي نقدر نبات الليل كامل وانا خدامه تنبيع الكارو على 400 ولا 600. عاد كتب التعليق ديالك ديك الساعه منين تلقى هاد الانسانه عايشه بخير وما خاصها والو ولقيتيها ما مقاداش في حياتها اليوميه عاد خاصك تهضر. اما انت يا اصلا ما عرفتينيش شكون انا وتتكتب عليا، راه اليوم الصباح وحق الله التليفون عندي ما سكتش، هاك البنات لا عرفتيهم سميتو، قلت انا ما عادش نادي راسي باش واحد اخر يبقى على خاطره. انا ماشي اول سنه بغيت نحضر، انا ديما تنحضر المهرجان وكنت تنتهان
وماشي تال دابا عاد بدنا بنقول لها قالوا كولون ولا سبرتو. انا زين تطعيت ليا اللي هضر عليها السي جواري قالت لي نهار الافتتاح واش عندك ما تلبسي. انا ما اصلا ما عرفتش بان راه تيكون بلاصه ديال الحوايج ديال الناس اللي في الفيستيفال تيشدوهم. تنقول انا الممثلين تنشوفهم لابسين داكشي مزيان تنقول راه ديالهم ماشي غير انا اللي عندي هذه الفكره كاع الناس الفقراء هادشي اللي في راسهم هذا الممثل يعني عنده اللبس. ما قريتش بزاف قريت الشهاده يعني الوالدين ما كاينينش عندي اخوتي فيهم دراري وبنات. مورا الفيلم ما لقيتش شي مسار اللي نمشي باش نلقى باش نخلص المحل ديالي وباش سميتو بان لي بان طرحوا عليا فكره ديال الجزائر بان راه تقدر تعاوني واحد شويه. فكانت هذيك هي الخطوه الاولى باش بديت نبيع الكالو. هما كان عندي مشاكل في الاول في وسط الجامع فينا كان ما تيخليوناش نبيعو الكالو حيت ممنوع وسميتو او الا ما عندكش بلاصه في وسط الجامع فينا ما خاصكش تقعدي ما خاصكش سميتو. ولكن من بعد الناس بني عرفوا بانني كنت ممثله والوقت دارت بيا ما بقاش كيف كانت ما بقاوش الناس يعاتبوني في وسط الجامع فينا على البلايص ولا سميتو. هذا هو السبب اللي خلاني حتى وليت تنمشي نبيع الكالو في الجامع فينا. كتب مجموعه من هي اشتغلت مجموعه ديال المهن الرثه كما يقال في الادبيات. بعت السجائر بعت السمك لعبت الملاكمه اعتقد كل هذا نلخصه في فيلم رجاء بنت الملاح اللي كان لي شرف الاخراج ديالو. حاولنا ان نقربوا حياتها لان حياه جد صعبه فهي تكابد وتعاني وتقاتل من اجل توفير لقمه العيش ومع ذلك وقعوا لها لحظات شويه قاسيه في حياتها مثلا بعد اخر مره تعرضت الى كسر مزدوج في رجلها اليمنى اعتقد في رجلها اليمنى اللي ارقدها الفراش لمده طويله وكان صعب كيفاش تعيش وتخلص العمليه وما شابه ذلك. تحت من السلم في العيد كبير دابا البيت عندنا بين الناس اللي ساكنين تيخصك ديري بحال ريدو باش يحجب الناس اللي حداك. طلعت بيت ندير ريدو وانا نتهرس وكان كنت تهرست بالسبت ونهار الحد مع السبعة الصباح خاص يكون عندي الحديد. الحديد الثمن ديالو بوحدو داير مليون ونص. ما لقيتش شي باب وليت عيطت للسي عبديلاه هو اللي صيفط لي الفلوس في ديك الساعه وجا السيد تقلب لنا على الحديد حيت كان نهار الحد كلهم الفرماسيانات سادين ولينا شرينا ذاك الحديد وداك الشيء ولمده 3 شهور وانا قاعده تنتعالج وتناكل وتنشرب ما خصني الحمد لله حتى خير. وكان السي عبديلاه وقت ما كان خاص شي دواء ولا شي حاجه تنعيط ليه في التليفون حيت ما كاينش شي واحد اللي نعيط ليه من غيره.